بمشوارنا الصباحي لابد انه نتوقف بفقره المطبخ، لانه هالفقره اكيد مهمه لكل سيدات البيت اللي عم بيتابعونا، بنوجه لهم تحيه اكيد لمتابعتهم. فقره المطبخ اليوم رح تكون لذيذه كثير وغنيه كثير، ليش؟ لانه رح تقدم فيها الشيف حسناء ابو هنطش طبق لذيذ انا كثير بحبه شخصيا، وهو سلطه الباستا. عدا انه زاكي وطيب، وعدا انه بتناسب مع العديد من المناسبات، ان كان مناسبات او اعياد ميلاد او حتى وجبات عاديه مثل الغداء والعشاء، له قيمة غذائية عالية، وعن هالقيمة رح نتعرف أكثر مع الشيف حسناء. صباح الخير. صباح الورد، أهلا وسهلا. ليش قيمته الغذائية عالية؟ لأنه فيه عناصر غذائية كثير، يعني إحنا هون مستخدمين النشويات بالنسبة للباستا، مستخدمين أنواع مختلفة من الخضار، زائد إنه بيقدروا يضيفوا عليها البروتين، سواء إن كان نباتي مثل فاصوليا، حمص، أو إن كان حيواني، ممكن يضيفوا عليها دجاج، ممكن ستيك، ممكن لحمة مفرومة، فبنقدر نضيف عليها أنواع مختلفة. يعني هو الطبق اللي صار يعني بالتالي بتصير وجبة كاملة. مش انه بالضبط، يعني وجبه متكامله من الخضار والنشا والبروتين اذا حبوا كمان. جميل جدا. أكيد. وبعدين يعني بيناسب كل الاذواق، اللي حابب دجاج، اللي حابب ببيت، اللي حابب كل شيء. الحلو فيها انه التنويع فيها كثير سهل، حتى في ناس بيعملوها مع تونه اعتقد، صح؟ صحيح. حلو بالضبط. طيب شيف حسناء، طبق الباستا او سلطه الباستا بتناسب مع العديد من المناسبات، ممكن بعيد ميلاد، ممكن اكيد هلا دائما كل شيء بيتاخذ بايده وبيكون بايت سايز او على قمتين ثلاثه بنقدر نستخدمه باعياد الميلاد، بالريسبشن بارتي، بالاعداد الصغيره، سناكس ممكن تكون بين الوجبات، ممكن تكون وجبه كامله للناس اللي عاملين دايت مثلا. حلو. بنفس الوقت او حتى بالليل مثلا برضه اذا حدا بده وجبه خفيفه ممكن برضه نستعملها. حتى في ناس بيعملوها بياخذوها على الشغل معه كوجبه غداء او وجبه سناك على فلانش، لانها سهله، اكلها سهل. هي سهله واكلها سهل زي ما قلتي، برضه مغريه للاطفال، يعني شكلها كثير بيكون حلو للاطفال، ممكن هم بياخذوها. بالضبط، مفيده. طيب مفيده. طيب خلينا نتعرف على المكونات الموجودة عندنا لعمل هلا بالنسبة للمكونات. أول شيء أنا النوع اللي مستعملته من الباستا هو هذا النوع، هاي نوع الصدف الكتير كبير. الصدف الكبير. ممكن طبعا يستخدموا صغيرة يسلقوها ويخلطوها بماء المكونات، ما في مشكلة. ولكن هاي طريقة جديدة إنه إحنا نستعمل الصدف الكبيرة ونحشيها، نحشي الحشوة فيها. موجودة بالهايبر ماركت والمولات دائما، مش إشي صعب إنه نحصل عليها. في عنا ملفوف أحمر هون، فلفل ملونة أصفر وأحمر وأخضر، ودرة، وهون كراكرز أو اللي هم السن بايتس، هدول إذا حدا بحب يستعملهم. هاي جديدة إضافة. أنا بعد صارت البسطة ما بكون موجود فيها. لا إحنا راح نضيفها بس لأنه يعني غارنش تزيين، وبنفس الوقت بتعطي قرشة للسلطة. هلأ مكونات الصوص، في مايونيز وزيت زيتون، زعتر ناشف، زعتر أخضر، فلفل أسود، ليمون وملح. حلو، إذا المكونات متوفرة أكيد في كل بيت وسهلة كتير. يلا خلينا نشوف طريقة التحضير. تمام. أول شيء راح أحط الخضرة كاملة. طبعا قلنا التنويع بالخضرة، هاد برجع لأذواق الأشخاص، بيقدروا يحطوا يشيلوا يحطوا مثل ما بدهم، ممكن يضيفوا مشروم إذا بيحبوا اللي بدهم إياه. يعني هاي جد من الأشياء الفلكسبل بالوصفة. درة أوكي، على جنب، بس بدي أحضر الصوص. إذا لاحظتوا شيف حسناء حطت المكونات، الذرة، الفلفل الحلو الملون، والملفوف المقطع كله صغير صغير، حطته بطبق واحد كبير. وهلا رح تعمل الصوص. الصوص عندي هون زيت زيتون، حط مايونيز، اللي ما بده يستخدم ما يحط، عادي جدا يعني. ممكن الواحد اذا مش حابب، عشان بس هي بتعمل سوفتنس يعني بتعمل طراوه، بتعمل رطوبه بالسلطه. بس شويه ملح يعني اذا حدا خايف من المايونيز ممكن ما بيقدر مايونيز دايت، ممكن دايت. وممكن يستبدل المايونيز بلبن زبادي، برضه كتير طيبه. تمام. حلو. شويه فلفل اسود، بفضل انه يكون فريش عشان الطعم. هون راح احط الزعتر الناشف. تمام. وشوي من عصير الليمون. تمام. يعني شفتوا الطريقه لحد الان كثير سهله. الصوص حطت مايونيز، زيت زيتون، عصير الليمون، رشه فلفل اسود، والزعتر الناشف، والملح، كله فوق بعضه بطبق صغير، وقلبتهم بشكل يدوي. كثير سهل الموضوع لهلا. بس بدنا ندير بالنا الصوص يكون متجانس 100% عشان كل السلطه يوصلها الصوص صح، يكون الطعم صح بكل الحبات. حلو. ممكن انه تستعملوا المايونيز الدايت بدل المايونيز العادي، او زبادي لبن. لبن زبادي كثير. بالضبط. عم ضيف الصوص عليهم. تمام. بنقلبهم. بنقلب السلطه. بالضبط.
كمان دائما نشتغل على موضوع الالوان لانه بصراحه هو اللي بيفتح النفس، وبالاخص دائما انا بركز على الاطفال لانه جد كثير اكثر ناس بغلبوا بالاكل يمكن الاطفال. يعني هي هلا الوانها مبينه جدا جميله ومغريه الوانها صحيح. يعني احنا بنعرف دائما انه سلطه الباستا او احنا بنسميها يمكن سلطه المعكرونه المتعارف عليها بتكون كلها مع بعضها، يعني كل الخضار مع المعكرونه بطبق واحد. اليوم الشيف حسناء عم تعمل طريقه جديده ان اختارت المعكرونه او الباستا الصدف الحجم الكتير كبير العامل زي حبه القطايف الصغيره العصافيري وعم بتحط الخلطه جواها بحيث انه الواحد يقدر يمسكها هيك بايده وياكلها بسهوله. هذا هي فكره حلوه على فكره، جد فكره حلوه. بلشت تحشيها طبعا. هلا بدنا نحط عليها بس واحده من الصن بايتس بس هيك على جنب كارنتش. شوفي هي بصراحه كثير بتعطي طعم، يعني عنصر القرش دائما مهم يكون موجود. حلو. ورقه زعتر اخضر بس هيك على جنب معها. اوكي حلو، كملهم نفس الطريقه كلهم. يعني عامله شكلها بتعرفي مثل القارب بالضبط. حلو. هلا هي نفس الباستا بنقدر نحشيها كمان اذا بدنا نعملها مثل طبخه عاديه نحشيها صوص بولونيز اللي هو اللحمه وبندوره وبصل العاديه. حلو. وبتتسكر وبتنشوى عادي بالفرن مثل اللازانيا مع صوص بشاميل. بتزبط بكل الطرق كمان. هي يعني احلى للمناسبات لانه الواحد بيقدر انه يستعمل ياكلها هيك بالزبط. قطعه واحده بالمناسبة. هي سهله. بالضبط سهله. كتير شكلها حلو عم تطلع خاصة مع سان بايتس الموجود معنا، وبتخيل مع إضافته رح يكون فيه هيك قرمشة لذيذة برضه. يعني ممكن الواحد يعمل هالطبق مثل ما حكيت الشيف حسناء إنه ممكن المساويات هو قاعد يعمل زي هذا الطبق بالضبط. يعني هو شوفي وجبة غنية، يعني زي ما قلت لك ممكن يكون وجبة لحاله. ممكن الواحد وإضافة لغدا أو وإضافة برضو كمقبلة. هي مقبلات باردة بالنهاية. مقبلات باردة. بس بده الواحد يكون عنده طولة بال شوي. يعني شوفي إحنا فش أطول من بالنا. إحنا متعودين ما في أطول من بالنا هاي القصص. وممكن تضيفوا عليها مشروم، ممكن تضيفوا عليها أنواع لحوم مثل مثلا دجاج أو ستيك أو أكيد. انتوا بالبروتين بتحبوا، في ناس بحطوا عليها شرايح تركي. اكيد تطلع ممكن كثير بتزبط. دائما الاشي اللي بيكون محطوط على السفره وفيه الوان بتحسيه دائما ملفت ومغري اكثر. اكيد نعم، لازم يكون يعني لما يكون لون واحد بتحسيه شوي ممل او ما بلفت النظر زي لما يكون ملون. صح. تقدر انا حطها بعيد عني مش عارفه ليش. على فكرة أنا لما عملت المكونات تخيلت إنه الصوص بيعملوا كمية كبيرة من الصوص عشان يحطوا، بس لا شوف حسناء يمكن لو الباستا كانت داخل الطبق الكبير يمكن لازم نزيد الصوص شوي ولا لا؟ هلا أنا ما بالصوص عادة مش كتير بخليها صوص زيادة، بس ممكن نعمل إكسترا صوص على جنب للي بحب إنه يضيف. حلو. ممكن نعمل هيك لأنه أحيانا في ناس ما بتحب نكهة مثلا مايونيز زيادة ليمون زيادة، فإحنا دائما بنخفف أو ما بنضيف أبدا وبنتركه على جنب. ممكن انه حدا يضيفه حسب الرغبه. حلو. في عندي سؤال جانبي. تفضلي. في ناس بحطوا على الباستا او سلطه الباستا نفس الصوص اللي انت تعمليه باضافه اللي هو التاوزن ايلاند صوص او الكوكتيل صوص. طبعا لونه هيك شوي على في كمان. هلا شو التركيبه تبعت التاوزن ايلاند؟ نفس المايونيز بس بنزيد عليها كاتشب مثلا؟ هلا في هي اكثر من نوع على فكره، ومش كل الشركات بتعملها بنفس الطريقه. بس الصوصات عاده اكثر شيء بيدخل فيها خل، بيدخل فيها نسبه كاتشب، فيها سكر منيح، بتلاقي حتى طعمها شوية على حلاوة. لأنه بشوفي برضو هلأ السكر صار كتير يدخل بالسلطات. نعم. يعني بتلاقي حتى وبعض الوصفات صارت مثلا هاني ماسترد إنه يدخل. صح. عسل مع ماسترد مع بعض يعمل أكتر من طعم اللي إحنا بنسميه السيفري، إنه بتدخلي أكتر من طعم مع بعض، مالح حلو، حامض حلو. فصار هلا شيء كثير دارج. هلا بشوفي حتى كمان الدريسنج الجاهز الايطاليان دريسنج والجريك وهاي الاشياء برضه لها دور، بس انا بالنسبه لي بفضل انه ينعمل من الصفر لحاله لانه انت بتتحكمي بالطعم اكثر. صح.
عم نشوف تقريبا نسميهم القوارب الصغيره تبعت الباستا. حلو هذا الاسم. قوارب الباستا شكلها كثير لطيف بالصحن، الالوان مع الباستا اللي على شكل صدف والساندويتش اللي حطتها فوق مع الزعتر، يعني التركيبه حلوه، الالوان حلوه، الشكل حلو، بتخيل الطعم كمان رح يكون كثير حلو. ومثل ما حكينا هي وجبه متكامله، يعني عناصر غذائيه متكامله، الخضار، الفيتامينز، النشا اللي هو بالباستا، وكمان اذا حبيتوا تضيفوا عليها بروتين ممكن تضيفوا. نفس السلطه بنقدر نضيف عليها انواع فاصوليا وحمص مسلوق اذا بدنا نضيف بروتين، اذا بدنا نعززها زياده، يعني مع الخلطه بنقدر نضيف حمص او فاصوليا. ممكن اكثر شيء بالبقلها حتى الفاصوليا الحمراء. اها، في ناس كثير بحبوا الفاصوليا، انا ما بحبها كثير الفاصوليا الحمراء، بس انا من خلال استضافتنا في احد المرات لاخصائيه التغذيه عرفنا انها لها قيمه غذائيه كثير عاليه الفاصوليا الحمراء، ما كنت اعرف صراحه، مع اني انا ما بحبها كثير. انا بستبدلها بالطبيخ بدل البيضه، واحيانا بخلطهم مع بعض بدل البيضه. الفاصوليا البيضاء بدل الفاصوليا البيضاء بدل الفاصوليا الحمراء. نفس الطريقه بس انه بالحمراء، واحيانا بخلطهم مع بعض. نعم، برضه بتعطي طعم كتير طيب. حلو، وبتطلع نفس الطعم. شوف حسناء اسكى عن جد. هاي لازم نجربها يعني. انا بحب الفاصوليا البيضاء، بس الفاصوليا الحمراء اعملها طبيخ، هاي ما جربتها من قبل. يعني عم نشوف هاي قلبت طبق تقريبا يصير جاهز. بالضبط، ونحط كمان هذا الشراع. لازم الشراع. وبعدين عاملة على القد بالضبط، يعني انت شايف السلطة حط يعني على قد الباستيات الموجودين بالطبق. بالضبط، يمكن يزيدوا شوي. يعني هاي الدوائر في الاخر. لا، هي من الاشياء صراحة اللي احنا بندرسها وبندرسها بنفس الوقت، يعني كيف تتحكمي بالكمية. بالضبط، يعني انا ممكن كثير بالبيت لما بدي اجي اعمل طبق اعمل مثلا كميه الخلطه او كميه الاشي اللي بنحط فوق، بعدين اتفاجئ، او مثلا بالمحشي اعمل كميه خلطه المحشي بعدين اتفاجئ انه انا عملت اشي كثير كبير زياده. لا والله ما بحط. احسن شو بعمل بجيب ورقه سلوفان وبحط باقي الخلطه فيها وبنطبقها هيك زي ما خبز تشويها، وبحطها فوق المحشيات بالطاجن وبغطيها بتستوي، يعني بيطلع كانه رز على البخار. صحيح، كيف بس رهيبه. لازم انت تعملي حلا. يعني برضو واحد مع الخبره شوي شوي اكيد منكم كمان مستفيد. حبيبتي شكرا. اخر قارب صار معانا، اخر قارب، اخر حبه، سفينه حبنا هاي. سفينه حبنا، اخر حبه للي تحبها. اخر حبه صارت جاهزه، نحط عليها طبعا السان فايز. حبيت فكرته كثير على فكره، انا بحب اضافته كثير مع الاكل. هو بقرشته زاكيه مغري بنفس الوقت. وبعدين الزعتر. اوكي، هيك صرنا جاهزين. هيك صار الطبق عندنا جاهز اللي هو سلطة الباستا، ولكن طريقة جديدة. عم نشوف شكله كتير حلو، أكيد طعمه كتير أطيب، طريقته سهلة جدا. إذا ما علي غير أشكر السيف حسناء أبو هنتر. حبيبتي أنا بشكركم. شكرا لكم حبيبتي، يعطيكم ألف عافية. أكيد رح نتابعك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيك لنتعرف على طبخات أكثر وأكثر. مشاهدينا خلينا نروح نحن وياكم لفاصل وبعدها بنواصل، فابقوا معنا.